كادو. مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وغادي نقربوكم من الخضرة ديال الكسكسو اللي كيكون عليها اقبال بزاف، يعني نهار الخميس بزاف ديال الناس كيجيو يتقداو. شوفوا تبارك الله راه السلعة كاملة تقداوها الناس، السلعة كاملة خداوها الناس. انا غادي نقربكم من الاسعار، بزاف ديال الناس كيديروا كسكسو بسبع خضاري، بزاف ديال المناطق في المغرب تيديروا كسكسو بسبع خضاري، كيديروا كسكسو ديال التفايا، كل واحد شنو كيبغي يدير كسكسو ديالو. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا غادي نقربوكم من الاسعار ديال الخضروات تزامنا مع يوم الخميس. كنعرفوا ان الاقبال تيكون ما كيف شحال دايره القرعه حمراء؟ 160 يعني شحال هي؟ شحال 160؟ هي 800 درهم، 800 درهم. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا هذه القرعه حمراء، كاينين جوج انواع ديال القرعه، كاينه الاخرى اللي سميتها هذه، كاينه هذه قرعه حمراء، وكاينه هذيك الاخرى اللي كتكون رطيليه. كاينين جوج ديال الانواع، الناس اللي كيبغيو هذا النوع وهذا النوع، ولكن احسن خضر احسن قرعه اللي كدار في كسكسو وكيكون على الاقبال هي هذه كيف ما كتشاهدوا معنا، قرعه حمراء. كنعرفوا ان الكسكسو ضروري خاصو يكون بخيزو. شحال داير خيزو؟ شحال؟ 3 دراهم، يعني 3 دراهم خيزو. نتوما كيف ما كتشاهدوا ولفت شحال؟ بحال 3 دراهم، كلشي 3 دراهم. يعني كسكسو غيطيح رخيص دابا، فاش كتكون الخضره رخيصه كتحس كسكسو شويه رخيص، فاش كتكون الخضره غاليه الديسير هو اللي غالي في السوق، الخضره رخيصه هادشي اللي كاين. ولي شو شحال داير؟ 3 دراهم. والكورجيت؟ كاين اللي كيبغي يدير حتى الدنجال في الكسكسو ديالو، كل واحد على حسب. كاين اللي كيبغي يدير سلاوي، شحال داير سلاوي؟ 4 دراهم. وهذا الدنجال؟ 3 دراهم. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، راه الخضرة رخيصة بزاف، خاصة الخضرة ديال الكسكسو دايرة 3 دراهم، يعني 3 دراهم كسكسو، 3 دراهم هذا خيزو 3 دراهم. كاين ايضا اللفت داير 3 دراهم، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا الاسعار يعني الحمد لله ديال الخضروات راها في المتناول. القرعه هي اغلى حاجه تقريبا، هي دايره 8 دراهم، يعني 8 دراهم 3 دراهم خيزو 3 دراهم اللفت. مرحبا. وكيف ما كتشاهدوا معنا حتى الدنجال، كاين بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا الدنجال في خضره ديالهم. كاين اللي الشو داير 3 دراهم، الكورجيت 4 دراهم. الكورجيت اللي مولفه كتكون ديما طالعه شويه في الثمن، كتكون 4 دراهم ولا 8 دراهم، دابا دايره غير 3 دراهم في السوق. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الاسعار ديال الخضره ديال الكسكسو في المتناول، دونك الكسكسو غادي يطيح شويه رخيص في الثمن، حيتاش فاش كتكون الخضره غاليه راه كيولي الكسكسو كيطيح غالي، دونك فاش كتكون الكسكسو فاش كتكون الخضرة رخيصة بطبيعة الحال. دابا مثلا إلا جاو ناس ياخدو غير كيلو ديال خيزو مع كيلو ديال الشو أولا الكورجيت أولا اللفت والقرعة، راه مثلا راه 50 درهم أولا 30 درهم راه تقدر أنها تقدا ليكم كلشي. نتوما كيف ما كتشاهدو معنا مشاهدينا هذه الأسعار من قلب سوق شعبي هنا بمنطقة درب معيزي، هذا السوق ديما فيه الاسعار في المتناول، الناس كينقصوا الثمن تيتعاونوا مع بعضهم، دونك شي حاجه اللي فريمون زوينه. نقدروا نشوفوا ان هذا الشيء ما تيكونش مثلا في المارشي في شي سوق اخر، مثلا في شي منطقه اخرى كنلقاو الخضره طالعه في الثمن. دابا كاين اللي غيمشي يتقدى في شي بلاصه يلقى اكثر من هذا الثمن، ولكن هنا في درب معيزي في هذه السويقه الاسعار كينرخص صراحه، وكيتعاونوا مع الناس، وكل شيء كيمشي مقدم من هنا، وكل شيء كيمشي فرحان. دونك كيف ما كتشاهدوا معنا نعاود نذكركم نعاود نقربكم من الاسعار مره اخرى. كيف ما شاهدتوا معنا مشاهدينا خيزو داير 3 دراهم، الدنجال 3 دراهم، البصله شحال؟ 3 دراهم، كلشي 3 دراهم، داير كلشي 3 دراهم. لي شو 3 دراهم، لي شو كاين اللي كيبغي ياخذ لي شو هكا وحده كامله كيف ما هكا كيشوف شحال فيها من كيلو. كاين اللي كياخذ نص مثلا، الا كانوا عائله صغير على صغار مثلا جوج الناس ولا ثلاثه كيبغيو ياخذوا غير شويه، ما كيبغيوش انهم يديو الخضره بزاف تبقى تضيع. كاين هنايا الكورجيت الثمن ديالها 4 دراهم، القرعه حمراء داير الثمن ديالها هو يعني كيف ما كتشاهدوا معنا الثمن هو 8 دراهم، والقرعه يعني حمراء كتبقى شي حاجه مهمه في الكسكسو.
سواء كسكسو بخضاري سواء كسكسو بتفايا. دابا مع العيد يلاه كان الناس بزاف كيبغيو يديروا في كسكسو جالهم الجديد، كل واحد شنو كيبغي صراحة. غير الحمد لله كيف ما كتشاهدوا معنا، يعني راه الحمد لله المطبخ المغربي راه معروف، ما كايناش غير حاجة وحدة، كاين بزاف ديال الأمور. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، ما نساوش ان شي حاجه مهمه، واخا بزاف ديال الناس ما كيبغيوش ياكلوا اللفت، ولكن كيبقى ضروري. كاين اللفت راه بالانواع ديالو، كاين اللفت الابيض، اللفت الاصفر، واللفت الاخر موف. هما ثلاثه ديال الانواع ديال اللفت. السلاوي حتى هو كاين بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا الكسكسو فيه السلاوي والدنجال. كيف ما قلت الدنجال السلاوي شحال؟ 4 دراهم. يعني السلاوي والكورجيت داير 4 دراهم. كيف ما كتشاهدوا معنا، يعني حتى القزبر والمعدنوس ضروريين في الكسكسو. يعني راه السيدات كيعرفوا هذا الشيء وكيعرفوا الكسكسو ولا شنو باش كيطيب الكسكسو. دونك البصله وهاد الخضروات كامله اللي كاينه تقريبا في هاد الطبله كلها كتكون ديال الكسكسو. الطبله راه كانت عامره تبارك الله، ولكن مع هاد الاثمنه الناس كيجيو يتقداو كيتقداو بداك المقتدى اللي شويه كبار. دونك انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، كنتمنى انني نكون قربتكم من الخضروات ديال الكسكسو تزامنا مع يوم الخميس. يعني السيدات الحادقات المغربيات كيتقداو اليوم باش غدا يصبحوا مرتاحين يلاه يفطروا ويبداو الكسكسو ديالهم. وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، نلقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.